الرابعة عصرا بتوقيت بغداد، أهلا بكم مشاهدين إلى نشرة أخبار العراق اليوم، والبداية مع العناوين. تقرير أمريكي يرجح أن يكون للرقابة الدولية دورا إيجابيا في تحقيق بعض النزاهة في الانتخابات المقبلة، لكنه يشكك في إمكانيتها منع جميع أنواع التدخل السلبي. سكان العظيم شمالي ديالا يستغيثون من هجمات تنظيم داعش على قراهم ويطالبون بتعزيزات أمنية لإحكام السيطرة على منطقة الحاوي المحاذية لصلاح الدين. وفي السليمانية انطلاق فعاليات بطولة العرب للمويتاي بمشاركة 26 لاعبا يمثلون 13 دولة. إلى تفاصيل النشرة، حياكم الله مشاهدينا. أعلنت مفوضية الانتخابات توزيع أكثر من 17 مليون بطاقة بيومترية، 17